بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا كان في ناس كتيرة طلبت مني: يا ابو مريم اعمل لنا فيديوهات عن بدايتك في تربية الحمام، او ايه هي قصتك في تربية الحمام، وايه الحاجات اللي مرت معاك او المواقف اللي مريت بيها في تربية الحمام. بدأت بحمام ايه، وازاي عليت بالحمام، وازاي جبت انواع تانية، وازاي بدأت على اليوتيوب، وازاي نجحت على اليوتيوب او قدرت ان انت تعمل قناة كبيرة على اليوتيوب وتشتغل القناة وفعلا تبقى من القنوات المعروفة او قنوات الكبيرة. الموضوع ده كله ان شاء الله هشرح لك كده منه على قد ما اقدر في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية، وهنعرف ايه هي قصتي في تربية الحمام، او امتى وازاي بدأت في تربية الحمام. فالموضوع يا جماعة من زمان، موضوع غوية الحمام او عشق تربية الحمام ده حاجة كده منذ الصغر، منذ نعومة الاظافر. طبعا طالعين اساسا على الدنيا، اي حد اي طفل صغير بيطلع على الدنيا بيحب الحمام، بيحب الطيور عامة، بيحب الحيوانات كلها. طبعا الحمام فيه ميزة حلوة جدا غير بقية الطيور، يعني البط، الفراخ، العصافير، اي طير تاني سواء طيور اليفة او طيور جرحة صعب ان انت تتعامل معاها وتمسكها وترعيها زي الحمام. يعني الحمام بالذات ليه طبيعة معينة كده جميلة وهادية. طبعا بدأت في تربية الحمام، هو مش انا اللي بدأت، يعني انا طلعت لقيت عندنا في البيت بيربوا حمام. طبعا كانوا بيربوا الحمام بلدي، ما كنتش اعرف اصلا انواع تانية غيره، او هم اساسا ما كانوش يعرفوا انواع تانية غير البلدي والرومي. يعني هم عارفين ان في الحمام البلدي وفي حمام رومي كده حجمه كبير، بس ما نعرفش اكتر من كده. كنت بنزل الاسواق القريبه مني زي سوق الثلاث مثلا، سوق الخميس في المطريه، سوق الثلاث هنا في المرج جنبينا. كنت بتفرج على الحمام ساعتها في السوق، كان اسعار الجوز مثلا 5 جنيه و4 جنيه و6 جنيه 7 جنيه في الحدود دي، كان الجوز اللي هو الحمام البلدي الاسعار ديت. طبعا الحمام الغيه كان ساعتها بقى ما فيش بقى نعرف انواع واسامي حمام، كنا بنقول حمام غيه، اللي هو بقى الحمام الاسترالي، الحمام الكريزلي، الحمام الجمعيه، الحمام اي نوع كده كنا نشوفه حمام غير البلدي نقول ده حمام غيه. ما كناش بقى نعرف اسامي وانواع، او انا عن نفسي ما كنتش اعرف اسامي وانواع، وكنت طبعا بروح عشان اشتري الحمام البلدي، عايز اشتري دكر، عايز اشتري انتايه، فرد حمام ب 4 جنيه، فرد حمام ب 3 جنيه، فرد حمام ب 5 جنيه، ده اللي كنت اروح اجيبه من السوق. طبعا كنت بحب تربيه الحمام جدا، كنت بحب تاكيل الحمام جدا، كنت بستمتع جدا بان انا بشوف الزغاليل وهي صغيره، بشوف الزغاليل لحد ما تكبر. اي فرد حمام الوانه حلوه كنت بحبه جدا، وكنت بالنسبه لي ده فرد حمام مميز. اي فرد حمام عنده شراويل في رجليه كنت ببقى شايف ان ده من الحمام الممتع والجميل جدا، واحب ان انا اتفرج عليه. اي فرد حمام طلع عندي فيه دبوس او برنيطه الريش اللي حوالين دماغه من ورا، كنت بستمتع جدا بفرد الحمام ده. قعدنا فترة طويلة جدا بنربي حمام في البيت، كنا بنربيه في الشقة معانا، كان في الدور الأرضي تحت خالص في البيت ده هنا. طبعا كنت أروح البلد، في البلد طبعا كانوا بيربوا الحمام سايب في صفايح جوه البيت. كان طبعا احنا من بلد أرياف، أنا من الغربية من طنطا. طبعا في البلد كانوا بيربوا الحمام كله في صفايح متعلقة جوه البيت، يعني تلاقي كده تخش البيت جوه تلاقي الصفايح دي متعلقة في السقف كده. كان طبعا السقف اغلبيتها سقوف خشب، كان بيبقى فيه حبال متعلقة وفيه صفايح متعلقة وزلع فخار متعلقة وجراد البلاستيك والحاجات دي كلها. وكان الحمام بيطير يخرج بره البيت ويروح اماكن بعيدة جدا ويرجع تاني، يخش من شراعة كده موجودة في الباب الخشب بتاع البيت، وكان الحمام يخش على الصفايح بتاعته يأكل الزغاليل ويشرب الزغاليل ويبيض ويشتغل وينتج، وكانت الحياة جميلة جدا. ما كناش نعرف امراض، ولا كنا نعرف روشه ولا جدري، ولا كنا نعرف اي حاجه. وكان الحمام يعتبر مهمل، يعني مش بنرعيه او مش بنهتم بيه بالشكل اللي هو زي دلوقتي كده، سلكات واكلات فخار ومسق فخار وادويه وفيتامينات والكلام ده، لا ما كانش فيه الكلام ده كله. كان الحمام اغلبيته بلدي، وكان متربي كله سايب سواء في الشقه او في الاوضه او في صفايح او في عش على السطوح. طبعا قعدنا فترة طويلة على الموضوع دوت ومربيين الحمام في الشقة. وبعد كده لما نقلنا احنا بقى في الدور التاني وسيبنا الدور الارضي ده للحمام بس، طبعا الشقة بقت فيها حمام كتير جدا جدا جدا، ومن هنا بقى بدأ ان الامراض تظهر وتنتشر بسبب عدد الحمام الكبير، وبسبب ان الحمام مفيش اهتمام ورعاية بيه زي الاول. فمن هنا خلاص بقى بدأ الحمام دوت يموت منه كتير ويتذبح منه كتير، وما بقاش فيه عندنا حمام.
الفترة دي قعدت فترة طويلة جدا، قعدت كذا سنة ما بربيش حمام، بس بحب الحمام جدا وبمشي في الشوارع ببص على الحمام، ببص على السلكات، ببص على اي محل بيبيع حمام بقف اتفرج عليه، اقف اتفرج على الحمام اللي في السلكات اشوف انواع اللي عنده ايه واساله على الاسعار. لو رحت اي سوق برضو اقعد اتفرج على الحمام اللي في السوق واعرف اسعاره ايه. طبعا امشي في الشارع ابص على غيات الحمام، ابص على البلكونات اللي فيها الحمام. كان نفسي ان انا ارجع تاني لتربية الحمام، لدرجة ان انا كنت بنام بحلم بالحمام اللي كان موجود، بحلم ان في حمام هنا هوت، الشقة دي كان فيها حمام، بحلم ان فيها حمام لسه، بحلم ان انا دخلت بدور في الشقة لقيت حمام ولقيت زغليل ولقيت حمام بايض ورائد على بيض، واماكن اللي كان معشش فيها الحمام بروح ابص فيها ما بلاقيش اي حاجة. لحد ما جيت في يوم بالصدفة لقيت واحد معدي معاه جوز حمام في الشارع عندي ورايح يبيعه، بقول له بكام جوز الحمام دوت او انت رايح تبيعه؟ قال لي اه رايح ابيعه. بكام جوز الحمام ده؟ قال لي جوز الحمام ده ب20 جنيه. تمام، كنت خلاص بقى كبرت يعني مش صغير لسه، فقال لي جوز الحمام دوت ب20 جنيه. فقلت له طبعا عايز اشتري جوز الحمام ده، نوعه ايه؟ قال لي ده بلدي. قلت له شغال؟ قال لي شغال. خدته منه. تمام كده. كان عندي اوضة في الدور الثالث، الاوضة ديت فاضية ما فيهاش اي حاجة، قفلتها كويس، قفلت الباب والشباك وقفلت سلك بقى وخشب والكلام ده كله، ورحت حاطط لهم صفيحة كده على جنب في الارض، ورحت مسيب جوز الحمام ده في الاوضة وجبت له كيلو كلفة. كيلو كلفة، هو انا رحت اشتريت كيلو كلفة. كنا زمان بنأكل درع وجة بس، يعني زمان وانا صغير كنت اروح اجيب درع وجة بس، نرمي منها شوية للحمام او نرمي الكمية كلها للحمام والحمام كله بينزل يجري ياكل فيها، وكانت الدنيا حلوة. طبعا لما رجعت تاني بقينا نجيب كلفة، يعني خلاص بقيت عارف ان في كلفة للحمام مخصصة لتأكيل الحمام، بقيت انزل اجيب على طول كيلو الكلفة. طبعا بقيت احط منه شوية كل يوم، احط لهم المية واسيب الحمام، واطلع كل يوم احط اكل ومية بس واسيب الحمام، لحد ما جيت بقى لقيت ايه، ربنا كرم والحمام ضباد اول بيضتين ليه. تمام كده، رقد على البيض وطلع الزغلولين، والزغلولين بقوا ما شاء الله بطش حجمهم حلو كده، عمرهم مثلا حوالي 10-15 يوم. وجيت في يوم طلعت ما لقيتش الزغلولين، ولقيت اثار دم واثار ريش. طبعا اتضايقت جدا. اللي حصل ان الباب ده نسيته مفتوح والقطه دخلت كلت الزغلولين، فطبعا اتضايقت جدا جدا جدا، يعني خلاص تعكننت الموضوع بقى بالنسبه لي، عايز ابيع جوز الحمام دوت وما ربيش حمام تاني. فطبعا والدتي قالت لي انت اللي غلطان، القطه الباب مفتوح، القطه دخلت كلت الزغاليل، انت بعد كده قفل عليهم كويس، قفل على الحمام بحيث ان مفيش حاجه تدخل تاكل الزغاليل او تاكل البيض او تموت الحمام اللي جوه، فانت ما تزعلش يعني الحمام الكبير موجود وهيبيض تاني وهينتج تاني، ما تزعلش على الزغاليل اللي ماتوا، ان شاء الله قريب جدا هتلاقيهم بيضوا تاني. فعلا ما عداش بالكتير يعني 10 ايام 11 يوم، ولقيت الحمد لله الجوز ده اشتغل تاني وباض بيضتين تانيين ورقد عليهم. تمام كده، فالحمد لله ربنا كرم، وان الجوز دوت طلعت الزغاليل بتاعته كبرت وطلع جوز تاني كبر وطلع جوز تالت وكبروا، وفضل يشتغل وينتج كده ويطلع لحد ما كان عندي حوالي 10 جواز من الحمام البلدي ده، كلهم ولاد جوز واحد وعياله دول كبروا وبداوا يشتغلوا وبدا الموضوع ان هو يوسع ويكبر شويه بشويه. تمام كده. الخطوه اللي بعد كده اللي انا عملتها ان انا بدات ادخل مثلا جوز استرالي، او ادخل جوز شقلباز، او ادخل جوز زواجل، جوز كريزليات، بقيت ان انا ادخل جوز من هنا على جوز من هنا على جوز من هنا. تمام، حبيت بقى ان انا اطلع من حته الحمام البلدي اللي عندي والعدد الكبير ده واجيب حاجه ليها شكل كويس او ليها قيمه كويسه او نوع زينه حلو كده. بعت العشر تجواز بلدي دولت، ساعتها بعتهم الجوز ب40 جنيه، بعت العشر تجواز ب400 جنيه. تمام كده، كملت عليهم 300 جنيه وجبت جوز بنيدي كشك ب700 جنيه، والحمد لله كان مستوى جميل جدا 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 بالنسبة للوقت ده، او بالنسبة للامكانيات اللي كانت عندي، او ان انا اجيب جوز حمام فرخه وانتج منه واطلع منه زغليل مستواه قوي. الحمد لله ربنا كرم وانتجت منه برضو البنيدي كشك، انتجت منه كذا عش. كنت بصبر على الحمام، ما كانش في دماغي حته ان انا ابيع واشتري والكلام ده كله، كان كل المهم بالنسبه لي ان انا انتج اكبر قدر من الزغاليل وانتج حمام شكله حلو وحمام جميل. فطبعا انتجت منه كذا عش، انتجت من الحمام البنيدي كشك كذا عش، والحمام عياله بداوا يكبروا وبداوا برضو ان هم يشتغلوا وينتجوا. بس الحمامه دي كانت صعبه شويه، يعني في الفتره ديت كان مفيش خبره في الفرخ والتحضين قوي، وكنت بحضن تحت انواع تانية، كنت بحضن مثلا تحت شقلباز، تحت استرالي، تحت عبسي، تحت انجليزي، الانواع اللي زي كده.
في الفترة دي دخلت برضو حمام أحمر غزار، دخلت برضو حمام أسود غزار، دخلت حمام أبلق قش بندق. طبعا كل ده كنت بحاول ان انا افرخه، وكان في حاجات سهلة وكان في حاجات صعبة في الفرخ، كان في حاجات بتاعية وتموت وفي حاجات كانت بتعيش. دخلت حمام مراسلة، جبت حمام مراسلات فرخت منه برضو وربنا كرم وطلعت منه زغليل اسعارها كويسة. طبعا بعد كده بدأت ان انا ادخل حمام هزاز هندي، حمام هزاز ديول، حمام هزاز اكتاف. بعد كده بدأت ان انا اطلع بقى من الانواع دي تاني، يعني اللي هو بعد ما جبت كذا نوع بقيت حاسس ان الموضوع بقى متلخبط معايا. تحضين المراسلة غير تحضين البنيدي غير تحضين الغزار غير مثلا الهزازات، فحاسس ان انا مشتت ما بين كذا نوع ومش عارف اركز على حاجة منهم. فاول حاجة عملتها بعت الاسود غزار، الابلق قش بندق، الاحمر غزار. بعد كده بدأت ان انا ابيع برضو الهزاز الهندي، الهزاز الديول، الهزاز الاكتاف. بعد كده ما تفضلش عندي غير الحمام البنيدي، قلت بقى اجمل حاجة وهي الحاجة اللي انا بدأت بيها مميزة جدا عندي. بس عايز برضو ان انا اطلع من النوع الصعب ده واخش في نوع اسهل منه ويكون حجمه حلو وحجمه كبير وحمامة شكلها جميل وحمامة زينة ممتعة. طبعا كان نفسي ان انا اربي الحمام النفاخ، يعني كنت بتفرج عليه كنت بشوف شكله، وحتى لما كنت بنزل السوق كنت بنزل سوق سيدة عائشة كتير جدا، كنت تقريبا كل جمعة بنزل السوق، اما كانش جمعة وحد، يعني كنت ساعات بنزل جمعة وحد، كنت ساعات بنزل الجمعة بس، واستمتع بفرجة الحمام في السوق واشوف انواع جديدة واسأل على الاسعار واشوف المستويات واعرف الفرق ما بين المستوى ده والمستوى ده، وسعر المستوى ده كام وسعر المستوى ده كام، وسعر ده عالي ليه وسعر ده قليل ليه. طبعا اتعلمت حاجات كتير، يعني اتعلمت في ارض الواقع في السوق كتير جدا جدا جدا، وشفت اسعار وشفت انواع حمام واستمتعت جدا في الفرجة في السوق. فطبعا بعد كده خدت قراري ان انا ابيع الحمام البنيدي كشك اللي عندي واجيب الحمام النفاخ. طبعا جيت ابيع الحمام البنيدي كشك لقيت ان انا صعب جدا ابيع بالاسعار اللي انا جبت بيها، يعني كنت جايب مثلا ب 700 جنيه اجي ابيع اعرض مثلا ب 500 مش عايز اتباع، اعرض مثلا ب 450 مش عايز اتباع، اعرض ب 400 مش عايز اتباع. طبعا اخر ما زهقت خدت كام جزء اللي كانوا عندي ونزلت بيهم السوق. طبعا اللي بيعدي عليك في السوق بكام ده تقول له مثلا 450، لا كتير قوي 200 جنيه يسيبك ويمشي، بكام ده ده ب 400 يسيبك ويمشي، بكام ده ده ب 400، 400 ليه يا عم ده هو 150 جنيه ويسيبك ويمشي. فاللي يقف بقى يقلب ويتفرج وبتاع بكام تقول له مثلا ب 400 جنيه يقول لك لا ده اخره 200 جنيه. فطبعا لقيت الموضوع الصراحة صعب جدا ومستفز جدا، اللي هو الموضوع ضايقني ومش عارف اعمل ايه، او زهقت او كرهت تقريبا الحمامة بسبب التفتيس السعر اللي فيها. فخلاص قلت انا مش هبيعهم واخدهم وارجع بيهم البيت، وايه هخليهم بقى اربيهم وافرخ منهم على قد ما بفرخ، وافرخ منهم على قد ما افرخ، بحيث ان انا لو بعت حتى ب 200 جنيه و250 جنيه و300 جنيه تبقى العملية مجازية معايا وما بقاش خسرت فيهم كتير، ابقى فرخت منهم كتير وجيت ابيع جبت حق الحمام وحق الاكل والشرب والكلام ده كله. فوانا خارج على اخر السوق كده كان في واحد وقف اتفرج عليهم قبل كده جوه قابلني وانا خارج بقى، ايه مش هتبيع يا عم؟ لا انت سعرك بعيد قوي. قال لي هاخدهم على 350 جنيه جزء، هاخدهم كلهم على بعضهم تمام كده. قلت له يا عم مفيش مشكلة، ايه خدهم اهو نبقى خلصنا منهم وبعناهم وريحنا دماغنا من النوع اللي مش عارف يجيب حقه ده. فطبعا بعت الاصوص كلها على 350 جنيه جوز وروحت، خدت الفلوس بقى وروحت وقلت خلاص ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنزل السوق اجيب جوز حمام زينة كويس، يعني ربنا يسهل كده واجيب حاجة كويسة. فنزلت بعديها يوم حد كان السوق رايق خالص والدنيا فاضية وتعرف تمشي براحتك وتفرج كده على سوق الجمعة براحتك في يوم الحد ده. طبعا دخلت جوه قعدت ادور والف وبتاع لحد ما لقيت حد عنده حمام نفخات مستوى قوي جدا وحاجه نفخه عاليه وحاجه محترمه، كان نفخ اصفر. طبعا جبت الجوز دوت وخدته وروحت البيت فرحان بيه جدا 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 جدا، سيبته شويه في الشقه عندي اتفرج عليه. بعد كده خدته وطلعت فوق على السطح مش عارف احطه فين الصراحه، حطيته في سلاكه عاديه كده صغيره 50 في 50 وقلت هعمل له سلاكه كبيره. فخدت بعضي ونزلت رحت على واحد بتاع خشب سدايب جبت شوية عيدان سدايب وقعدت بقى أول مرة في حياتي أعمل عين خشب،
وقعدت في شقه وجبت بقى الساحه دي اللي هي المنشار اللي بتقطع بيه الخشب، فجبت بقى الساحه ديت وجبت الشاكوش وجبت المسامير وقعدت بقى اقطع وامسمر واعمل بقى سلاكه عين بقى لجوز الحمام النفاخ ده. الحمد لله ربنا كرمني وعملت عين كبيره جدا، عين قد كده في قد كده في قد كده، حاجه كبيره كده 75 في 80 في ارتفاع 70 او 75، كبيره جدا يعني. عملت عين ضخمه والباب بتاعها لوحده قد كده يعني، عامل باب جرار كده، باب كبير، وحطيت فيها جوز الحمام النفخات دول تمام كده. فطبعا قعدوا حطيت لهم الاكاله والمس او مستنيهم بقى يبيضوا خلاص يعني، مفيش بقى كام يوم كده اسبوع 10 ايام، والحمد لله ربنا كرم والنتايه باضت اول بيضه وتعبت بعديها يعني، لقيت لك النتايه بعديها بدات ان هي تتعب وتخس وحصيلتها تنزل وبدا المرض يظهر عليها، فمش عارف علاجها ايه يعني. بدات ان انا احاول اسال هنا اسال هنا، اللي يقول لي احقن مضاد حيوي، احقن كذا، اعمل كذا، مش عارف ايه الكلام ده كله، وبدات معاها بالعلاج والحمد لله ربنا قدر ان هي تموت. فطبعا في الفتره دي كنت بدور بقى على نتايه بديله ليها، وكنت حضنت البيضه اللي انا خدتها منها تمام كده. فالحمد لله ربنا كرم وقدرت ان انا اشتري 3 زغليل مع بعض، والثلاث زغليل دولت فضلوا عندي، والزغلول اللي طلع منها برضو فضل عندي، بقى عندي 4 زغليل او 4 حمامات نفاخ صغيرين، والدكر الكبير لسه موجود زي ما هو. 3 زغليل اللي انا جبتهم دولت بدأوا بقى يفكوا ريش ويكبروا، خلاص قلت دولت كده 3 ذكورة يعني، الموضوع بقى معايا خلاص ده موضوع رخم جدا، عايز ابيع منهم عشان اجيب نتاية او اجيب نتايتين. كبروا الثلاث حمامات دولت، ببص لقيت فيهم نتاية متجوزة ذكر وبجسها لقيت عليها البيضة، قلت الحمد لله ده كده ايه فضل من ربنا، بقى عندي ذكر ونتاية، والذكر القديم وذكر تاني من الذكورة اللي كنت جايبهم 3 زغليل، والزغلول اللي كان طالع عندي ده ربنا كرم وطلع نتاية، بقى عندي ذكرين ونتايتين وذكر قديم تمام كده. فهنا بقى بدا ان بقى عندي جوزين اهوت، جوزين نفاخ وذكر زياده. رحت مطلع الذكر طبعا القديم، بعته ساعتها ب 700 جنيه طبعا. اول جوز نفاخ ده كنت جايبه تقريبا بحوالي 1800 جنيه، كان ساعتها سعر النفاخات غاليه شويه، كان جوز نفاخ اصفر سعره حوالي 1800 جنيه. طلعت الذكر القديم بعته ب 700 جنيه، واتبقى عندي جوزين نفاخ. طبعا الجوزين النفاخ دولت لو اشتغلت عليهم صح تعرف تفرخ منهم، تعرف تنتج منهم حاجات جميله، حاجات كويسه، زغاليل كتيره جدا، وتنتج منهم انتاج بفلوس. فمن هنا بدات بقى رحلتي مع الحمام النفاخ. فعشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده او الحلقه دي، هنستكفى بكده في الفيديو دوت، وان شاء الله نكمل القصه او الحكايه بتاعتنا في الفيديوهات اللي جايه. تابع القناه واعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، ولو محتاج اي حاجه تعرفها ان شاء الله، او في عندك اي اسئله معينه اكتبها لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله ارد عليها في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.